بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالوقفات مع الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يخبر سبحانه وتعالى خبرا مؤكدا بالقسم، لأن اللام موطئة للقسم. ولقد كرمنا بني آدم، فالله جل وعلا شرف بني آدم على سائر المخلوقات في الأرض، كما فضل أباهم على الملائكة بالعلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، حملهم الله في البر على المركوبات البرية، وحملهم في البحر على السفن والفلك التي تجري بهم في عباب الماء سافرون عليها ويحملون عليها البضائع والأثقال، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وفضلناهم، كرمنا، ثم قال: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، على كثير من المخلوقات، وهذا يستوجب منهم الشكر لله سبحانه وتعالى على هذا التفضيل. فمن لم يشكر فإنه متوعد بالعقوبة، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر. هذه الأربع: الإيمان وعمل الصالحات، تواصي بالحق، والتواصي بالصبر. فمن شرفه الله بهذه الأربع الصفات فإنه نال حظا وافرا عند الله جل وعلا من التكريم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ: 011-442-83-13 011-442-83-13 أيضا أرجو أن تكون الأسئلة
مختصرة وواضحة كي نتمكن من عرض مجموعة من الأسئلة على فضيلة الشيخ صالح حفظه الله. أبو عبد الله يقول الشيخ صالح: ما فضل العلم الشرعي ومن أين يؤخذ؟ هل هو من الكتب والمحاضرات والندوات أو من العلماء؟ العلم الشرعي هو أفضل العلوم، لأنه يعرف بالله جل وعلا ويعرف بطاعته ويبين الواجبات الفرائض والواجبات والمستحبات، بين المحرمات والمكروهات، فهو يميز للإنسان ما خلقه الله وأوجده في هذه الدنيا من المنافع فيأخذ بها، ومن المضار فيجتنبها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا منح بني آدم منحا كثيرة وخيرات وفيرة، وفضلها على سائر مخلوقاته، وسخر ما في السماوات وما في الأرض لبني آدم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذه فضائل عظيمة لبني آدم، يجب عليهم أن يشكروها وأن يستعملوها في طاعة الله ومرضاته، ويكون لهم على ذلك الأجر العظيم عند الله وفي الدار الآخرة. نعم. أيها الإخوة والأخوات، نذكر مرة ثانية بتليفون البرنامج 001-442-83-13. وهذا سائل يسأل يا شيخ عن تفسير الشوكاني، ما رأي الشيخ في هذا الكتاب؟ نعم، تفسير الشوكاني فتح القدير تفسير جيد، قد جمعه من عدة تفاسير، ولكن يؤخذ عليه رحمه الله أنه قد ينقل التأويلات في أسماء الله وصفاته ولا يعقب عليها، من الزمخشري وغيره، هذا هو الذي يؤخذ عليه رحمه الله، وإلا فهو كتاب جيد ومفيد وجامع لعلوم القرآن. نعم. وكتاب أيضا تفسير البغوي، هذا كتاب جيد، إلا أنه مختصر، ولكنه جيد على منهج السلف الصالح، ومرجع عظيم في التفسير بعد تفسير ابن جرير. نعم. من أسئلة الأخ السائل يا شيخ صالح، يسأل عن حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. من جحد شيئا من الأسماء والصفات فهو من الجهمية، وهم شر الفرق، هم شر الفرق الجهمية. فالواجب الإيمان بكل الأسماء والصفات الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة على ما جاءت، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يقول السائل أبو عمار: يا شيخ، قرأت حديث من وقف معنا في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، فأنا أتيت متأخرا ووقفت ليلا، اشرحوا لي هذا الحديث وحكم حجي. نعم، الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني الركن الأعظم هو الوقوف بعرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ويبدأ زمن الوقوف من طلوع الفجر، من طلوع الفجر يوم عرفة، ويمتد إلى طلوع الفجر ليلة النحر. كل هذا زمن للوقوف بعرفة.
لكن من وقف في النهار فيجب عليه أن يستمر إلى الغروب ولا ينصرف إلا بعد غروب الشمس، ومن وقف في الليل أجزأه ولو لحظة، ولو مر بعرفة وهو محرم فإنه يجزيه عن الوقوف بعرفة. نعم. أحسن الله إليكم. نبدأ باتصال الإخوة والأخوات. أحمد من جازان، تفضل يا أحمد. أحمد السلام عليكم، معنا يا أحمد؟ تفضل يا أحمد، أنت على الهواء، تفضل. أحمد، أحمد، طيب. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج أسئلة كثيرة تتعلق في الإخلاص، ما أثر الإخلاص يقول السائل أبو إبراهيم في الأعمال التعبدية والدنيوية؟ لا تقبل الأعمال إلا مع الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، لا يكون فيها شرك، لا يكون فيها بدعة، لا يكون فيها رياء ولا سمعة، فلا بد من إخلاصها لله عز وجل من هذه الآفات حتى تكون مقبولة عند الله. ولا بد أيضا مع الإخلاص أن تكون الأعمال صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو إبراهيم يقول: يا شيخ، والدي بلغ 70 وداهمه المرض ويرغب أن يكلف شخص للحج عنه، فهو خلال هذه السنوات لم يؤدي فريضة الحج أو يكلف أحد من أولاده، فما رأيكم فضيلة الشيخ في ذلك؟ إذا كان ما أدى فريضة الحج وقد أصابه مانع مستمر لا يرجى زواله، يعني مرض مزمن، فهذا يقيم من يحج مكانه، من ينوب عنه بأداء الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة أو رجل قال: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك وحجي عن أبيك. نعم. لو مات يا شيخ ولم يحج، فضيلة الشيخ، هل يلحقه إثم؟ أي نعم، إذا كان استطاع الحج بماله، إذا كان استطاع الحج بماله ولم يحج فإنه يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه، لأن هذا دين في ذمته يقدم في التركة. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للذكر والتسبيح والتهليل، ولكن مع الغفلة والنسيان، هل يؤجر الذاكر في ذلك؟ لا، لا يقبل الدعاء ولا الذكر مع عدم حضور القلب. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بأنه أدى فريضة الحج العام الماضي، ولكن هناك بعض الأخطاء وحصلت له يا فضيلة الشيخ، حيث انصرف من عرفة مبكرا، ماذا يلزمه في ذلك؟ إذا كان انصرف من عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد إليها فإنه يكون عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ويكون عليه فدية ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، ويوزع لحمها على فقراء الحرم. نعم. يقولون يا فضيلة الشيخ بأن عيد الأسبوع هو الجمعة، فما فضل هذا اليوم يا فضيلة الشيخ، وهل هذه التسمية صحيحة؟ نعم، يوم الجمعة يوم عيد الأسبوع، يوم عيد الأسبوع، ولذلك نهي عن صيامه مفردا،
لا يصام يوم الجمعة مفردا، وفيه فضل عظيم. يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. نعم، نذكر السادة الإخوة والأخوات مرة ثانية للتذكير بتليفون البرنامج 011-442-83-13. فضيلة الشيخ، يقول لي صديق خصص يوم الاثنين للصيام وفي الليل لمحاسبة النفس، ماذا عمل خلال أسبوعه؟ أما يوم الاثنين للصيام فهذا مستحب، وأما الليل للمحاسبة هذا لا دليل عليه، يحاسب نفسه في كل الأوقات، في الليل والنهار وفي جميع الأوقات، ولا يخص محاسبة النفس بوقت معين. نعم. أبو نورة من نجران معنا على الخط، فضل يا أبو نورة. السلام عليكم أبو نورة. صوتك بعيد، تفضل سؤالك. تفضل يا أبو نورة، نسمعك. أنا عندي سؤال للشيخ. تفضل. يا شيخ، أنا اشتريت سيارة من معرض مبلغ. نعم. وسدينا أنا والشخص، وبعدين رجعت بعتها على نفس المعرض مبلغ أكثر، بس دين، هل يجوز ذلك؟ نعم. واضح السؤال يا شيخ؟ نعم، إذا كان إنه سد خلاص نكتفي بسد في ارتداد. طيب خلاص، تفضل يا شيخ. أقول إذا كان قبض سلم ثمن السيارة، نعم، للبائع ثم اشتراها منه بعد ذلك ولم يكن هناك مواطأة ولا اتفاق بينهما فلا مانع. نعم، بارك الله فيكم. هل صحيح يا شيخ صالح هذا القول نسب للإمام مالك رحمه الله، قال الله في السماء وعلمه في كل مكان؟ هذا يقوله جميع علماء المسلمين، أن الله جل وعلا في السماء، قال جل وعلا أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي جاء سيدها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها، لأنه وجب عليه اعتاق رقبة مؤمنة، فجاء بهذه الجارية يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل تجزي؟ فالرسول قال لها أين الله؟ قال الرسول للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. أحسن الله إليكم. أحمد من جازان، تفضل يا أحمد. أحمد. أيوة. السلام عليكم، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، سؤالك يا أحمد. أنا من جازان، الله يبارك فيك. أيوة. وليت على قصة أعاني ولد جدة وبعدين بعدها. الآن أطلع أحد من جدة ولا أطلع من ميقات؟ طيب، شكرا. نعم، هو من جيزان فضيلة الشيخ ويريد العمرة، والآن هو في جدة، من أين يحرم حفظكم الله؟ إذا كان قد نوى العمرة يوم يأتي من جيزان وهو ناوي للعمرة فلا بد أن يحرم من ميقات أهل اليمن، من يلملم الذي يمر به في طريقه إلى مكة، وإن جاء عن طريق الطائف فإنه يحرم من السيل الكبير. وأما إن كان جاء من جيزان ولم ينوي عمرة وإنما نواها من جدة فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه، من جدة. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. المعية في الآية الكريمة لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة، معناها التأييد والنصرة والحفظ. المعية على قسمين، معية عامة لجميع الخلق معناها الإحاطة والاطلاع، ومعية خاصة بالمؤمنين وهي معية النصرة والتأييد والحفظ. نعم.
يقول هذا السائل يا شيخ صالح: رجل رأى صورة في ذهنه وخيل إليه بأنها الله، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ يتركها، هذه من الخواطر التي لا أصل لها، يتركها. الله جل وعلا لا يتصور في العقول والأذهان، هذا إن كان في اليقظة، أما إن كان رؤيا منام فقد يكون رأى الله، لكن إذا كان يعرف الله تمام المعرفة ويعرف جلال الله جل وعلا، نعم، وهذا نادر ما يحصل إلا لخواص الأولياء. نعم، أحسن الله إليكم. أبو عائشة يقول: شيخ، ما واجبنا نحو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكيف نقتدي به في حياتنا؟ واجبنا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا معرفته صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما جاء به، واتباعه صلى الله عليه وسلم، ومحبته وطاعته. واجبنا نحو الرسول عظيم. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت للبرنامج، يسأل هذا السائل ويقول: المدير إذا فرض على الموظف غرامة مالية الذي يقترض من مال العهد بالنسبة للمؤسسة أو الوزارة، ما حكم فرض المدير غرامة مالية على هذا الموظف الذي يقترض من مال العهد في المؤسسة أو الوزارة؟ هذا يتبع للنظام، إذا كان المدير مخول من قبل النظام في هذا فلا بأس، أما إذا كان لم يخول فهذا يرجع للنظام، والنظام فيه أنظمة، فيه بيان ما يجب على من اختلس شيئا أو جحده أو أنكره، ففي النظام، يرجع إلى النظام. نعم، يسأل السائل: هل يجب إخبار الخاطب بالمرض المحتمل بالنسبة للزوجة الذي تقدم إليها؟ نعم، لازم يبين له ما فيها من المرض ومن العيوب، ولا يخدع في ذلك. نعم، تفضل يا أبو سعد من وادي الدواسر، تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ صالح، حياك الله. الله يسلمك، عندي سؤال طال عمرك. تفضل. نعم. توفي والدي الله يرحمه، وأوصى بثلث مال الصدقة، وأنا من ضمن الورثة، وعندي ارتباطات مالية مديون، هل يحق أني آخذ منها من الصدقة هذه؟ إذا كان أنه موصٍ أنها للمحتاج من الذرية فتأخذ منها، أما إذا كان موصٍ بها لخارج الذرية فلا تأخذ منها. لا، ثلث مال الصدقة لوجه الله بس. اي، ما تاخذ منها، هذه مطلقة. ما اخذ منها. نعم، يعني ها؟ شكرا. انت محتاج يعني جدة؟ والله محتاج، عندي ديون وذا وارتباطات وذا. اذا كنت محتاج جدة تاخذ منها قدر حاجك او اقل. طيب. لان هذا من اعمال البر. شكرا، شكرا ابو سعد. الله خير يا شيخ، وطالب عمرك. سائل يقول: يا شيخ، المنافقون هل يرون الله تعالى يوم القيامة، وماذا ورد في حقهم؟ في المنافقون لا يدخلون الجنة، إذا كان النفاق نفاقا اعتقاديا لا يجتمع معه إيمان فهم لا يدخلون الجنة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأما إذا كان نفاقه نفاقا أصغر فهذا مؤمن، لأن نفاقه لا يبطل إيمانه لكن ينقص الإيمان، فهذا من المؤمنين، والمؤمنون يرون ربهم في الجنة. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ صالح. يسأل السائل أيضا عن العقيقة، إذا فات وقتها فلي أربعة من الأولاد لم أقدم العقيقة لهم. إذا فات الوقت فإنها سنة فات وقتها،
نعم. يسأل يا فضيلة الشيخ عن الخاطب إذا تقدم لامرأة وتبين أنها عندها وسواس في الطهارة والعبادات لم يخبر هذا الزوج. هو تزوجها؟ نعم يا شيخ. هذه خصومة، يتقدم للمحكمة ويقيم عليهم دعوة وينظر فيها القاضي. نعم. ما علاج يا شيخ صالح الوسواس سواء القهري أو في العبادات أو الطهارة التي يشكو منه بعض الناس وخصوصا النساء؟ الوسواس علاجه أمران، أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الوسواس، الوسواس الخناس، والأمر الثاني أن يترك الوسواس ولا يلتفت إليه ولا يؤثر عليه ويزول عنه بإذن الله. نعم. تفضل يا أبو سعيد من أبها معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ، بناتي هل يجوز لهم الكشف على خالي أخ الوالدة والسلام عليه وتقبيله حفظكم الله؟ نعم، أخو والدتك يعني يكون خال لهن، خالك خال لبناتك. نعم. يجوز تقبيله في السلام والكشف عليه. يا أخي هو خالهن، ما دام أنه خالك أخو أمك فهو خال لهن، أي سلم عليه. نعم. شكرا. شكرا. شيخ، تخصيص مقبرة لأهل الحي لا يدفن فيها غيرهم. إذا كانت مملوكة للمتبرع بها وخصصها فإنه يوقف عند تخصيصه، أما إذا كانت معامة للدولة فلا تحجر على بعض الناس دون بعض. نعم. هذا عبد المجيد يقول: يا شيخ، ما الأفضل في رمضان، قراءة القرآن في المسجد أو البيت بالنسبة للمأموم؟ كلاهما، يقرأ في المسجد ويقرأ في البيت ويقرأ في أي مكان، الحمد لله الأمر في هذا واسع. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الآباء يكون عنده تقصير في تربية الأبناء ودائما يردد عبارة: إذا كبروا يصلحهم الله، ويردد على الأم وعلى الزوجة هذه العبارات، هل هذه العبارة صحيحة؟ لا، هذا غلط. الأولاد يربون على الطاعة وعلى عبادة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيربي أولاده من التمييز، من بلوغ السابعة، ويعلمهم ويربيهم على الطاعة ويجنبهم المعاصي والأخلاق السيئة ويحفظهم من قرناء السوء. نعم. يقول السائل: أرجو من سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن يتحدث عن خطورة شبكات الإنترنت في وقتنا الحاضر وما تبثه من سموم للأولاد والبنات مأجورين. نعم، الشبكات الهابطة يجب أن يخرجها من بيته ولا يتركها بين أولاده ونسائه، يخرجها من بيته ويمنع دخولها في بيته، لأنها مباءة سوء وتفسد أخلاق الرجال والنساء والأطفال ممن يطلعون عليها ويتأثرون بها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يا شيخ شخص نذر أن يبني مسجد، فهل يجزئه أن يشاركه أحد في بناء المسجد؟ حسب نيته، إن كان نوى أنه يبنيه خاصة ولا يشاركه أحد فلا يشاركه أحد، وأما إن كان نوى يبني مسجد ولا مانع عنده ولم ينوي منع غيره من المشاركة فلا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا زوج يا شيخ أمر الزوجة بأن تؤخر الحمل للمصلحة ولتربية الأولاد، ما رأيكم في ذلك؟
لا بأس بذلك إذا كان تتابع الحمل عليها يؤثر عليها أو يؤثر على أطفالها الرضع، فإنها تتخذ ما يؤخر الحمل عنها وترجع بهذا إلى الأطباء، ترجع بهذا إلى الأطباء يعطونها دواء يؤخر الحمل ولا يقطعه. نعم. تفضل يا أحمد معنا من الرياض. أحمد تفضل. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساكم الله بالخير. الله يحييك، تفضل. سؤالك يا أحمد. أنا إيش اسمه؟ كنت في المستشفى. طيب. بعدين إيش اسمه؟ دخلت ما صليت ما أمداني أصلي للظهر. وجيت المسجد. جيت كذا وهم يقيمون الصلاة. لما قد قام ما قامت قام الصلاة يوم أذن دخلت المسجد وصليت للظهر وأقام صلاة العصر عقبها، هل هو جائز ولا ما جائز؟ يعني عليه صلاة الظهر ما صلاها ودخل وقت العصر وما صلى الظهر، هذا السؤال؟ الظهر قبل. نعم نعم يا أحمد. أحمد ايش سؤاله؟ فضيلة الشيخ هو دخل لي السؤال. ايه تفضل. اني صليت الظهر قبل إقامة الصلاة، قبل إقامة الصلاة حقت العصر. ايه طيب خلاص، طيب صحيح صلاتك صحيحة ان شاء الله. الحمد لله، الله يجزاك بالخير. شكرا. رجل ائتمر وبعدما انهى العمرة ذهب الى الطائف لعمل الله، وبعد أن انتهى من أراد أن يعتمر للميت، فهل هذا جائز؟ نعم لا بأس به يعتمر للميت. نعم. يقول شيخ ما أفضل الأعمال بعد العمرة هذه التي تصل إلى والد المتوفى؟ هل قراءة القرآن والصلاة ودفع المال له يصله؟ أفضل الأعمال الدعاء، يدعو لوالده ويتصدق عن والده. وأما الصلاة فلا تدخلها النيابة، ما يصلي أحد عن أحد، وإنما الدعاء والصدقة والحج أو العمرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بالنسبة للعمرة إذا كررتها في النفس، أخذت عمرة ثم كررت عمرة أخرى لأختي التي لم تعتمر، لا بأس بذلك، لكن إذا كانت أختك تستطيع العمرة عمرة الإسلام فلا بد أن تباشرها بنفسها. نعم. يسأل عن يا شيخ أفضل الذكر عند النوم والأذكار المشروعة إذا كان الإنسان عامي ويردد هذا الذكر يا شيخ. يقرأ آية الكرسي عند النوم ويقرأ آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، هذا القرآن الذي يقرأ عند النوم. نعم. يسأل يا فضيلة الشيخ عن سورة عن آية الكرسي، يقول فضيلة الشيخ فأنا أقرأ هذه الآية بعد الصلاة وقبل الصلاة. نعم اقرأها لا بأس، بعد الصلاة أفضل، تكون من الأذكار التي بعد الصلاة. نعم. يسأل يا شيخ عن معنى حديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ الأهل وشد المئزر وجد واجتهد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر من رمضان بمزيد اجتهاد، فيوقظ أهله للصلاة، صلاة التهجد. وشد المئزر قيل معناه جد واجتهد، وقيل معناه يتجنب النساء في العشر الأواخر. نعم. تفضل يا وليد من الرياض.
السلام عليكم يا وليد. وليد معنا؟ وليد، فضيلة الشيخ، حديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ما مناسبته وما فضل الصبر عند المصائب؟ نعم، قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصبر عند الصدمة الأولى، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة مر عليها وهي تبكي عند قبر ابنها، فقال: يا أمة الله اصبري، ولم تكن تعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما تولى عنها وذهب الرسول قالوا له: إن هذا الرسول، فندمت على ذلك، ثم لحقت بالرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: الآن أصبر يا رسول الله. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم، أحسن الله إليك يا شيخ. في عندك أصوات أزعجتنا. طيب يا شيخ، لعل الإخوان ينتبهون إلى ذلك. الدعوة إلى الله هل هي على كل مسلم أو هي خاصة بأناس في الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله يختص بها العلماء الذين يعرفون ما يدعون إليه وما ينهون عنه وما يأمرون به. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. الدعوة لا بد لها من العلم، ما كل يدعو إلى الله، وإنما هذا من اختصاص العلماء. نعم، فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن أفضل الكتب في مسائل التوحيد التي يقرأ فيها المتعلم والعامي. الكتب كثيرة ولله الحمد، ولكن لابد من قراءتها على العلماء الذين يشرحونها ويبينونها. ومن أفضلها وأقربها كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن يقرأها على العلماء ليشرحوها ويبينوها له. نعم، فضيلة الشيخ، هناك أشخاص يريدون تشويه الإسلام، كيف نرد عليهم بعظمة هذا الإسلام وسماحته ووسطيته؟ هؤلاء يرد عليهم العلماء الذين يحسنون الرد ويعرفونه. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل يؤثر على غسل الجنابة وضع لاصق على البدن لجهاز تحليل السكر؟ نعم، إذا كان أنه يحتاج إلى هذا اللاصق للعلاج فلا بأس، يغتسل ويمر الماء، يمسح عليه، يمسح على ظاهره. أما إذا كان ما يحتاج هذا اللاصق فلا بد أن يزيله حتى يبلغ الماء إلى ما تحته. نعم، يقول الشيخ: بالنسبة لقراءة المأموم خلف الإمام، هل هي واردة وما أسباب اختلاف الفقهاء في القراءة؟ قراءة الفاتحة. نعم، قراءة الفاتحة إذا أمكن أن يقرأها في سكتات إمامه، إذا كان يجهر، إذا كان صلاة جهرية فإنه يسكت إذا جهر الإمام ويستمع للإمام. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية نزلت في الصلاة، في حالة الصلاة. وأما في الصلوات السرية فيقرأ لأنه ما في مانع ولا يشوش على أحد. نعم، هل تنقطع الصلاة، يقول يا شيخ، إذا مد المصلي يده لتناول شيء؟ لا، إذا كان يحتاج إلى شيء، إلى أخذه ورفعه، لا بأس بذلك.
حركات اليسيرة ما تضر. نعم تفضل يا طارق من الرياض. طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام. نستأذنكم بطرح سؤال على فضيلة والد شيخنا الوالد. تفضل. الله عمره. آمين. ذهبت أنا ووالدي إلى الحج وأدينا المناسك إلى أننا تعجلنا يوم الحادي عشر بعد الرمي قبل الغروب وغادرنا لسبب قاهر وهو عدم وجود رحلات. فأوصينا شخص برمي عننا وأفدينا لكل منا كبشين. هل في هذه الحجة شيء؟ ايش يقول؟ يقول يا فضيلة الشيخ أدوا فريضة الحج العام الماضي ولكنهم سافروا يوم الحادي عشر وكلفوا من يقوم بأداء أعمال اليوم الثاني عشر. لا هذا ما هو صحيح. ما هو صحيح، لازم يكملون الحج. إذا أرادوا أن يتعجلوا يا أخي فيه تشويش في الصوت. طيب نكتفي بسؤال يا أخوان. نعم. وماذا يلزمهم يا شيخ صالح الآن؟ يلزم ما كملوا الحج، باقي عليهم اليوم الثاني عشر وباقي عليهم المبيت ليلة الثاني عشر وباقي عليهم رمي الجمار اليوم الثاني عشر وباقي عليهم طواف الوداع، فلماذا ما كملوا حجهم؟ نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول بالنسبة للأطفال حجوا معنا العام الماضي 10 سنوات و11 سنة، أحرموا من الميقات ولكنهم أصيبوا بوعكة صحية فلم يكملوا بقية الحج، ماذا يلزمنا نحن الأم والأب؟ يلزمكم أنكم أخذتموهم معكم وأكملوا حجهم، ما داموا محرمين بالحج لا يخرجون منه إلا بإكمال المناسك وأتموا الحج والعمرة لله. أما إذا كان المرض تمكن منهم ولا يستطيعون هذا يعتبر محصر، يعتبر أحصره المرض، يتحلل ويفدي، عليه كل واحد فدية إذا كانوا ما يستطيعون المضي في الحج، فعلى كل واحد فدية ويتحلل. أما إذا كانوا يستطيعون المضي في الحج ولكن معهم أثر مرض فلا يسعهم إلا يكملوا حجهم. نعم فضيلة الشيخ، ما معنى يقول الجزاء من جنس العمل؟ نعم هذا كلام صحيح، الجزاء من جنس العمل، فالعمل الصالح يثيب الله عليه والعمل السيء يعاقب الله عليه. نعم أيضا فضيلة الشيخ، السائل يقول هل هذا حديث البر لا يبلى والديان لا يموت؟ لا هذا كلام على ألسنة بعض الوعاظ، ولا أعلم أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يقول يا شيخ، ما السبيل لحسن العاقبة وكيف تتحقق للمسلم؟ عليه أن يحافظ على طاعة الله عز وجل وعلى أداء الفرائض واجتناب المحرمات حتى إذا جاءه الموت إذا هو على حالة حسنة وخاتمة طيبة. نعم فضيلة الشيخ، نرجو أن في ختام لقائنا بسماحتكم أن توجهوا كلمة لجنودنا المرابطين، فنحن تعودنا من هذا المنبر أن لا ننساهم، فهم في جهاد وفي مرابطة لله عز وجل في الثغور، حدثونا في كلمة في ختام الحلقة. ندعو للمرابطين على الحدود بالإعانة والتوفيق، وأن الله جل وعلا يعينهم على ما هم فيه من هذا العمل الجليل، وأن يحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فهم في عمل جليل. والرباط، قال صلى الله عليه وسلم، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والمرابط في سبيل الله إذا مات في رباطه فإنه يجري عليه رباطه وأجره إلى يوم القيامة، هذا فضل عظيم، فعليهم أن يحسنوا النية وأن يصبروا
وأن يحتسبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يعينهم ويقويهم وأن يسدد رميهم وأن يخذل عدوهم. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. شيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي جمعنا به. أشكر الحقيقة الزملاء في مكتبة الشيخ، كما أشكر زملائي من الفنيين والمصورين والمخرجين معي في هذا الاستوديو. هذا زميلي المخرج سلطان العتيبي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.